ومشاهدينا لنتحدث عن هذا الموضوع مع السيد أستاذ العلوم السياسية عضو مجلس الشورى السعودية الدكتور صدقة فاضل. أهلا بك معنا دكتور. في البداية بصفتك طبعا دكتور في العلوم السياسية، هل من الممكن أن ينقل ذلك الموضوع إلى مجلس النواب وبالفعل يتم التصويت على مقاضاة عائلات الأفراد الذين توفوا في حادثة 11 من شهر سبتمبر، وبالتالي هل ستكون المرة الأولى التي يقاضي فيها فرد حكومة بسبب أحداث أمنية؟ في الواقع أن السلطة التشريعية في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. إقرار مجلس الشيوخ لهذا القانون أو لهذا النظام الجديد ليس هو نهاية المطاف، بل لابد أيضا من أن يقر مجلس النواب هذا القرار حتى يصبح قابل للتنفيذ. وحتى يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ لابد من أن يوافق عليه أو يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو رئيس السلطة التنفيذية. إن لم يوقعه واستخدم حق الفيتو عليه فليجب أن يعاد مرة أخرى إلى المجلسين، وفي هذه الحالة يجب على المجلسين أن يصوتا بأغلبية الثلثين في كل منهما حتى يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ من قبل السلطة التنفيذية. في هذه الحالة سترغم السلطة التنفيذية على إنفاذه. أعتقد أنه لن يصل إلى هذه المرحلة، وأعتقد أن الحكومة الأمريكية برئاسة الرئيس باراك أوباما كما ذكرتم الرئيس أوباما سوف يستخدم حق النقض الفيتو، وهذا سيعرقل صدور هذا القرار الذي هذا القرار طبعا يسيء إلى العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، ولكنه أيضا يسيء إلى الحكومة الأمريكية ككل، لأنه يعطي سابقة تبرر للحكومات الأخرى في دول العالم أن تقاضي أمريكا. وطبعا نحن نعرف أن لأمريكا سياسات كثيرة جدا غير مقبولة على مستوى كل العالم. نعم سيد صدقة فاضل، أيضا توقيت تمرير هذا القرار بالضبط هل يطرح العديد من علامات التساؤل، وأيضا نحن نعرف أن العديد من سندات الخزانة في أمريكا يقوم بشرائها سواء ناس يعني كل إقبال عليها من طرف خارج أمريكا، الذين يشترون الأسهم هم أو السندات هذه السندات هم من خارج أمريكا وخاصة من المملكة العربية السعودية وأيضا بعض دول مجلس التعاون الخليجي. إلى أي حد هذا ربما قد يربك الحسابات الاقتصادية وأيضا المالية للولايات المتحدة؟ إلى حد ما سيؤدي ذلك إلى إرباك الاقتصاد الأمريكي، لكن أعتقد أن سوف لن نصل إلى هذه المرحلة. لكن وكما ذكرت صدور هذا القرار أو هذا التحرك بصفة عامة لا شك أنه يسيء إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وبين أمريكا من ناحية ودول الخليج ككل من ناحية أخرى. لكن هو أيضا إن صدر ستكون له أبعاد سلبية على أمريكا نفسها بالطريقة بالشكل الذي ذكرته لتوي. أعتقد أن البعد الاقتصادي لهذا القرار سيكون فيه لا شك الكثير من السلبيات بالنسبة للمملكة وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليست هي بالسلبيات الضخمة التي يمكن أن تهز أقوى اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي. صحيح. بما أنك تستبعد يعني صدور مثل هذا القرار أو أن يتم التصويت عليه، بالتالي إذا ما صدر يعني كيف ستتصرف السعودية من ناحية سياسية أو من ناحية قانونية أيضا؟
أنا لا أستبعد صدور هذا القرار وقابليته للتنفيذ، لكن قلت أنه يصعب في ظل اعتزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وخاصة وهو صحيح. في سنته الأخيرة، أن يستخدم حق النقد الفيتو على هذا القرار. طيب كيف ستتصرف السعودية؟ إن استخدم هذا الحق فسيعاد مشروع القرار إلى المجلسين، وفي هذه الحالة يلزم تصويت ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين، وهنا تأتي صعوبة صدور هذا القرار، ولكن الذي هو في الواقع ليس من المستحيل إصداره، ولكن أرى أن هناك صعوبة في إصداره وتنفيذه، وإن صدر فستكون له أبعاد سلبية في الواقع على العلاقات نعم. الأمريكية السعودية بصفة خاصة والأمريكية الخليجية بصفة عامة. نعم، وإذا نحن نشكرك الدكتور صدقة فاضل أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.